طوابير انتظار طويلة لدخول محلات البقالة، عزل بريطانيا وتوقف نقل البضائع عبر ميناء دوفر من جهة، واتباع قواعد منع نقل عدوى كورونا زاد من مخاوف حدوث أزمة غذائية ونقص في السلع في فترة عيد الميلاد، بالرغم من التطمينات الحكومية ومورد المنتجات الغذائية بأن الغذاء متوفر بكميات كافية في البلاد. بدأنا بشراء المزيد من المنتجات للتأكد من أن كل المنتجات موجودة وجاهزة في المتاجر في حال استمرار إغلاق الحدود. هلع تخزين المواد الغذائية اقتصر على سلسلة المتاجر الضخمة التي توفر عادة مواقف للسيارات، إذ فرغت رفوف بعضها من بعض المنتجات ليست لنفاذها بالكامل بل لصعوبة سرعة ملئها وفق الطلب عليها. النقص المتوقع في المواد الغذائية يقتصر على بعض الفواكه والخضار تستوردها بريطانيا من دول أوروبية مثل الطماطم والخس والخيار. المحلات العربية لا تعاني من أي نقص في موادها الغذائية بالرغم من الإقبال على منتجاتها. هذا تقول عليه أنت مو بمحلاتنا العربية، هذا اللي صار أنه يصير بالمحلات الكبيرة مثل تسكو والسينزبري وآزا، يصير الإقبال عليها كثير لأنه أولا الآن قريب عطلة الكريسماس يصير شراء على البضاعة، هاي طبيعية كل سنة، فتزامنت مع إغلاق الحدود وأزمة كورونا، فصارت ثلاثة أمور في وقت واحد. مع حث المفوضية الأوروبية أعضائها إعادة فتح حدودها لحماية تدفق البضائع بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وبدء فحص سائق شاحنات النقل بين الطرفين للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا، ستتراجع مخاوف الناس من تأمين ما يلزمها من مواد أغذية بالرغم من استعداد بريطانيا لموسم الأعياد وسط احتمالات عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. مصطفى زارو، العربية، لندن.